شهدت معظم مناطق المملكة منذ مساء أمس وحتى اليوم تساقطا لأمطار الخير والرحمة، وأشارت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس غير المستقر سيستمر حتى صباح يوم غد، وستنخفض درجات الحرارة خلال الليل لتصل إلى 15 درجة مع هبوب رياح شمالية غربية قد تكون قوية أحيانا. ودعت إدارة الأرصاد الجوية إلى أخذ الحيطة والحذر. وفي نشرة سابقة أكد أحمد الحجي وهو أخصائي في إدارة الأرصاد الجوية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر لمرتادي البر والبحر ومتابعة آخر تطورات الطقس عبر القنوات الرسمية للأرصاد الجوية. طبعا تستمر معنا الأجواء مثل ما قلت لك اليوم وهذه المساء إلى صبيحة يوم غد، أجواء ماطرة تتخللها طبعا امطار قد تكون رعديه نوعا ما، وراح طبعا وعاده في طبعا ما تنشهد المملكه مع دخول فصل الشتاء كمعلومات عامه للجمهور تقلبات جويه نتيجه المنخفضات التي تمر علينا على المنطقه، واللي طبعا تقابل جبهات هوائيه بارده في طبقات الجو العليا والرطوبه السطحيه العاليه تؤدي الى تكون هذه الغيوم الماطره والتي تؤدي الى أمطار قد تكون رعدية أحيانا في بعض الفترات. تهيب إدارة الأرصاد الجوية مرتادي البحر والبر وأيضا السائقين الكرام بأخذ الحيطة والحذر ومتابعة آخر توقعات الطقس، لأنه طبعا تعرف الطقس راح يتغير بين فترة وفترة، فلازم يكونوا متابعونا عبر قنواتنا الرسمية. طبعا تمنين السلامة للجميع. طبعا نحن نعيد ونكرر الأخوة مرتادي البحر أن ننصحهم أن يدخلون البحر خاصة في مثل هذه الأجواء. بدوره أكد وكيل الوزارة لشؤون الأشغال العامة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس أحمد عبد العزيز الخياط أكد جاهزية فريق الأمطار للتعامل مع الظروف الجوية، مشيرا إلى أنه تم تحديد كافة الإجراءات لتأمين طرق المملكة. احنا منذ يوم الامس كان الاستعداد، يعني كنا على اهبه الاستعداد، العمل على قدم وساق. منذ يوم الامس اجتمعنا مع فريق الامطار في الوزاره، وحددنا النقاط اللي تم تحديدها في السابق وجهزنا انفسنا منذ البارحه. يعني احنا نعمل منذ الامس لليوم بدون توقف اختي الفاضله، يعني فرق العمل والمهندسين والفنيين وعلى راسهم امانه صاحب السعاده وزير الاشغال، فهو الان قاعد يدير العمليه معي شخصيا امانه مع فرق العمل. قاعد نعمل، واعتقد جهود الوزاره وجهود موظفين الوزاره باينه على يعني جميع الشوارع الرئيسيه الحمد لله وللمنه. يعني تم السيطره على جميع النقاط تقريبا اللي تجمعت فيها في المره السابقه بعض مياه الامطار، والحمد لله والمنه الشوارع الرئيسيه كلها نافذه وسالكه، الشوارع الفرعيه ايضا في المدن والازقه والفرجان كلها الحمد لله نافذه. هناك بعض النقاط اللي احنا نتعامل معها بشكل دوري ومتواصل، نتجمع فيها النقاط او تجمع فيها مياه الامطار واحنا نتعامل معها بكل يعني حذر. احنا واعضاء مجلس البلديه والاخوه وسعاده الاخوه النواب نعمل كفريق واحد. نعم. وثقي تماما ان احنا عندنا يعني حتى مجموعه وجروب على وسائل التواصل الاجتماعي نتواصل على مدار مو ساعه، كل دقيقة في تواصل في تحديد النقاط وفي تعاون وفي تضافر للجهود، وهو نتيجة اللي نشوفه اليوم الحين في شوارع البحرين هو نتيجة تضافرنا وتعاوننا مع الأخوة أعضاء المجالس البلدية. وأنا بصراحة يعني من خلال منبركم هذه أحب أن أوجه لهم الشكر بصراحة، لأن بتعاونهم وتضافرهم معانا يعني استطعنا لحد الآن الحمد لله نسيطر على الوضع، مع أن المطر مستمر وراح يستمر إن شاء الله إلى يعني وقت متأخر لصباح قادم.